أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، رمضان كريم. أهلا وسهلا بكم في صدى أقلام جديد، حيث نرسل فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية، ونبدأ من أبرز العناوين. نطلع في موقع الهيئة أن الميليشيات الطائفية تختطف شابا شمال شرقي بعقوبة. ونطالع في المدى، موقع بريطاني، المهيمنون على الحكم سيتشبثون بالسلطة رغم خسارتهم. نشر في موقع كتابات التيه الكردي في انتخابات 2018 قد يفقدهم منصب رئيس الجمهورية العراقية. ونقرأ في الجزيرة نت الاحتلال، حماس انتصرت إعلاميا بالضربة القاضية. طالع في العرب الجديد، العالم يستنكر مجزرة غزة، تنديد دولي وتحركات شعبية غاضبة. نقرأ في القدس العربي، تيلرسون الأكاذيب تهدد الديمقراطية الأمريكية. ونتصفح أخيرا وليس آخرا في الحياة، غارة إسرائيلية على مواقع لحماس في قطاع غزة. أهلا بكم. أي المشروعين سيحكم العراق؟ بهذا العنوان استهل الكاتب ماجد السامراي مقالته في صحيفة العرب اللندنية، مضيفا أن ما يحصل في بغداد ليس تنافسا على منصب رئيس الوزراء بالمعنى الإجرائي التنفيذي، وإنما هو صراع إرادات داخلية شديدة الوطأة بتأثيرات إقليمية ودولية، وهي حرب سياسية بين مشروعين سياسيين. إن اتساع مزاج الاستقلالية العراقية وتحوله من مد شعبي استنكاري إلى قوة سياسية لا يعجب إيران، وقد يضعها في منطقة الخطر. ومثال ذلك تصريحات علي أكبر ولاية مستشار علي خامنئي خلال زيارته بغداد قبل الانتخابات، ودعوته إلى منع وصول من سماهم الليبراليين إلى سلطة العراق في تمسك صارم بالقيادات الإسلامية الموالية لبلده. تصاعدت تعبيرات المواجهة بين الصدر وخصومه، خصوصا المالكي ومن وظفوا الحشد الشعبي لمصالح سياسية، وانتقلت إلى مرحلة جدية وليست ظرفية جزئية حين تحمل مسؤولية فتح معركة الصدام السياسي عبر الانتخابات الأخيرة وفوز قائمته المميز لصالح قوى التغيير ضد القوى التي عزلت العراق وأوقعته رهينة للسياسات الإيرانية، إضافة إلى إصرار هذه الكتلة الجديدة على تبني مشروع التغيير السياسي والاقتصادي بتحويل شعار محاربة الفساد إلى برنامج تتحمل مسؤوليته حكومة نزيهة تكنوقراطية غير خاضعة للأحزاب، وتبني سياسة عربية دولية تخرج البلد من احتمالات تداعيات السياسة الأمريكية الجديدة في احتواء إيران في العراق والمنطقة. مشروعان يتنافسان بحده اليوم، ولعل الفرص ضيقة للمهادنات النفعية بين هذين المشروعين بعد أن أصبحت الأوراق مكشوفة لدى كل منهما والساحة واضحة والأدوات دخلت مرحلة التنفيذ. مشروعان يتنافسان بحدة اليوم، ولعل الفرص ضيقة للمهادنات النفعية بين هذين المشروعين بعد أن أصبحت الأوراق مكشوفة لدى كل منهما والساحة واضحة والأدوات دخلت مرحلة التنفيذ بما تمتلكه من أسلحة الأصوات الانتخابية. أما القوى الخارجية التي يشتغل كل قطب من أقطابها على دعم نصر أي من هذين المشروعين فقد تقبل بالحلول الوسطى لكي لا تخسر نفوذها داخل العراق، والتعبير التفصيلي عن هذه الحالة المعقدة هو ما أفرزته نتائج الانتخابات من أصوات متقاربة تتطلب العمل على بناء تكتلين سياسيين، أحدهما يمثله المالكي والعامري يقابله تكتل مقتدى الصدر. مع من؟ هنا السؤال، مع من سيكون حليفا له؟ والأقرب هو حيدر العبادي. عن ما بعد نتائج الانتخابات كتب ماجد زيدان في موقع كتابات، الآن اتضحت خارطة المقاعد النيابية ولا يزال الإسلام السياسي في المقدمة،
والحاجة قائمة لتوحيد القوى المدنية وتعميق المزاج الجماهيري، فالقوة واستيعابه بالانحياز لها النافذة سابقا خسرت مقاعد ولكن جلها لبعضها البعض، ولا ينتظر منها تحولا سياسيا وفكريا جذريا. القول بأن قوى التغيير حسمت الأمر صعب وليس نهائيا، وهي رغم الانتصار بحاجة إلى أن تراجع تجربتها وتقيمها وتحسنها، ولملمة جمهور كان يفترض أصوات الكثيرين منه في جعبتها، ينتظر إعادة تفاعله مع قواها وإنهاء مقاطعته أو توجيهه الوجه الإيجابية وحشد الطاقات معا، فهم منه وفيه لإجراء التغييرات المنشودة ليس في العملية السياسية وإنما في الدولة، ببناء الدولة المدنية المؤمنة بالعدالة الاجتماعية والمساواة واحترام القانون والتغيير بأحكامه، وبالتالي محاصرة قوى الفساد والفاسدين ونزع سلاحهم المتنوع والذين لن يسلموا بخسارتهم لجزء من مواقعهم. إن النتائج الأولية تبين احتفاظ أحزاب الإسلام السياسي بالأغلبية، فاللوحة النهائية ترسمها التحالفات، وأمر وارد وممكن بدرجة كبيرة أن تتنازل لبعضها البعض، لأن إغراءات السلطة ومالها كثير يكفي لتجاوز تناقضاتها، والأهم قطع الطريق على تحالف سائرون وتوجهه نحو تطبيق برنامجه. فالقوى الثلاث أو الأربع، النصر، الفتح، القانون، الحكمة، لديها الدوافع والمصالح المشتركة وإمكانية تسوية خلافاتها كي تأتلف وتشكل الكتلة الأكبر مع قوى أخرى مدعومة بعامل إقليمي. إن حالة الترقب إلى التحالفات الجديدة وشكلها ومضمونها وطبيعة القوى التي تضمها لا يقل فيها القلق عن الظرف الذي سبقها، والاحتمالات والسيناريوهات ليست محسومة وتحددها المساومات وقدرة المتفاوضين على الإتيان بتنازلات بدفع خارجي. بين أقدام جنرال إيراني ودبلوماسي أمريكي تدار اللعبة في العراق، هكذا عبر الكاتب عدنان حسين في مقال بصحيفة المدى، مضيفا أنه من المعيب جدا على الأحزاب الشيعية أن تستنجد بجنرال إيراني وهو قائد فيلق القدس بالحرس الثوري قاسم سليماني، أو لا يعتريها الشعور بالحرج من استقباله لغرض التدخل في شأن عراقي داخلي خاص متعلق بصميم السيادة والاستقلال الوطنيين هو تشكيل الحكومة الجديدة. ومعيب جدا أيضا على الأحزاب الكردستانية أيضا أن تستنجد بدبلوماسي أمريكي هو بريت ماكغورك، أو لا تجد غضاضة في استقباله لغرض حل خلافاتها ووضع حد لنزاعاتها وتنسيق مواقفها حيال مرحلة ما بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وهو شأن داخلي كردستاني وعراقي. ومعيب أكثر على هذه القوى جميعاً أن يجري القبول بالتدخل الإيراني والتدخل الأمريكي حتى قبيل الفراغ من عد الأصوات الانتخابية وفرزها والإعلان عن نتائجها النهائية، وهو أمر شائن في الواقع، لأنه في الحالين مؤشر على عدم بلوغ هذه القوى مجتمعة شيعية وكردستانية مرحلة النضج وبلوغ سن الرشد كي تعتمد على نفسها وتدير شؤونها وعلاقاتها بذاتها من دون وصي أو راع، وهو أمر شائن لأن هذا الذي فعلته قيادات الأحزاب الشيعية والكردستانية ينطوي أيضا على قدر كبير من الاستهانة بموقف الشعب العراقي الذي من الواضح أنه في هذه الانتخابات بالذات قد صوت سواء بالاقتراع أو بمقاطعة الاقتراع على إسقاط الصيغة السابقة لإدارة البلاد، وهي الصيغة القائمة على المحاصصة وعلى الاستعانة بالأجنبي الإيراني والأمريكي تحديدا لتحقيق التوافقات بين هذه القوى والخلود إلى الراحة والاستجمام بعد تقاسم المناصب والمغانم فيما بينها. وجود كل من الجنرال سليماني في بغداد، ومعلومات أيضا تفيد بأنه تم استدعاء إلى العاصمة قيادات من الأحزاب الكردستانية المتنفذة في السليمانية والدبلوماسي ماكغورد في أربيل والسليمانية في هذا الوقت بالذات عشية الشروع بمفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة. يمثل هذا إهانة سافرة للشعب العراقي الذي يتطلع إلى تأليف حكومة عراقية خالصة لا أثر فيها ولا تأثير لإيران والولايات المتحدة وسواهما، على غرار ما حصل في السابق مرات عدة.
الانتخابات في لبنان والعراق ذات النتائج المعروفة، هكذا يرى الكاتب مرزوق الحلبي في الحياة اللندنية، حيث يقول فيها: من المفيد أن نرى إلى الانتخابات اللبنانية والعراقية في الأسبوع الماضي من خلال هذا التحليل، فلا يكون احتفاؤنا بهما وبالعرس الديمقراطي مقطوعا من سياق واقعي إن كان في سيرورة ما حصل ونتائجه أو في سيرورة العملية الانتخابية التي لا تعني بالضرورة تعزيزا للديمقراطية أو ما تعنيه هذه الفكرة من حريات وإجراءات تحفظ الفصل بين السلطات أو حقوق الإنسان أو الدستور. فإذا نظرنا إلى العراق سنجد في نتائج الانتخابات هناك الملالي من إيران ونزعات الحرس الثوري الإيراني والتيار المعتدل، وسنجد على خط موازٍ تأثيرات التدخل الأمريكي ومصالح البيت الأبيض. أما الحكومة التي ستتشكل فتكون في مؤداها محصلة التوازنات بين هاتين القوتين الخارجيتين الداخليتين. يغيب الفارق بين قوة تأثير الناخب وبين قوة تأثير القوى الراعية له أو للمرشحين الوافدة من خارج القطر. صحيح أن عوامل أخرى عدة تفعل فعلها في النتائج، لكن العامل الحاسم هو المصالح التي يراد للقوى المشاركة في الانتخابات أو الفائزة فيها خدمة مصالح محورين قويين من خارج البلاد. الأمر نفسه يمكن رؤيته في لبنان تحت الحملات الانتخابية والسجالات التي احتدمت وشطت في مرات كثيرة، والخطب النارية تختبئ حقيقة مرة، وهي إن كان الناخب اللبناني يدلي بصوته مقتنعاً بمرشح على لائحة ما، فإنه في نهاية المطاف يقترع لمصلحة قوى إقليمية ودولية. وأعتقد أن الناس تدرك هذه الحقيقة بحسها الفطري، وأن اللعبة مبيوعة، فإما أن تعزف عن اللعب أو أن تعزف معها لحن الديمقراطية الحزينة أو الهشة. ربما يكون المشاركون: رأينا لعبة أمامنا تكتب. ربما يقول المشاركون: رأينا لعبة أمامنا فلعبنا، أو لو كانت هناك لعبة أخرى لاخترناها. ويضيف الكاتب: البلد على ما يعنيه البلد كدولة ومجتمع وحقوق وتوزيع للموارد، فيصير أسيرا أو رهينة للتحالفات وترتيب المصالح بين قوى في داخل البلد وقوى خارجها، وتكون العملية الانتخابية غطاء كلاميا وسياسيا وقانونيا لهذه الترتيبات، وهي عادة ما تفضي إلى فوز الأقوياء وخسارة المستضعفين، وفي رأسهم المواطنون والجماعات المقصاة وقليلة العدد وعديمة الحيلة. جدد الفلسطينيون في الوطن والشتات بيعتهم لحق العودة إلى وطنهم، رغم 102 من الشهداء وآلاف الجرحى في أيام مسيرة العودة التي نظموها في هذه الذكرى، ورغم آلاف الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم على مدار قرن زمني من أجل الوطن، ورغم التهجير القسري لحوالي 1,000,000 فلسطيني ومعاناة اللجوء والمذابح والجرائم العديدة التي لا تعد ولا تحصى التي اقترفتها إسرائيل بحقهم وحق الأمة العربية فيه ذكرى النكبة، يكتب فايز رشيد في القدس العربية عن المأزق الصهيوني في المنطقة. ورغم الاحتلال لم تغب الذاكرة الفلسطينية للكبار والصغار عن الحق التاريخي في فلسطين ولا السعي الدؤوب لنيل الحقوق الوطنية، الأمر الذي يشكل أحد المآزق الكبيرة للوجود الإسرائيلي نفسه، وقد تحولت بفعل ذلك إلى أزمة تاريخية تتناسب طردياً مع سنوات الوجود الإسرائيلي. لقد مارست إسرائيل محاولات كثيرة بأشكال عديدة أسرلت أهلنا في منطقة 48 من أجل أن تنسيهم هويتهم الوطنية الفلسطينية العربية الكنعانية اليبوسية الأصيلة على المستويات السياسية الاجتماعية والثقافية، من أجل محو الذاكرة الفلسطينية، لكن أهلنا في منطقة 48 زادوا انتماء لشعبهم. كما أن الهوية الفلسطينية والذاكرة في رد فعل شعبي أصيل تزدادان اشتعالا بمرور السنوات، إضافة إلى الزيادة العددية لشعبنا، حيث أصبح الفلسطينيون يتساوون عددا مع اليهود على الأرض في فلسطين، ما أدى بالاستراتيجيين الإسرائيليين إلى البحث فيما سموه أزمة الديموغرافيا وتأثيرها على مستقبل إسرائيل،
وهذا يشكل مأزقاً جديداً لها. أما المآزق الأخرى التي تعيشها إسرائيل فيتمثل أهمها في التالي: إن إنشاء دولتها لم يكن تطوراً طبيعياً، وإنما جاء نتيجة اقتلاع شعب من وطنه وإحلال المهاجرين اليهود محله. الكاتب يضيف هنا: من المآزق أيضاً تنامي العنصرية الإسرائيلية إلى الحد الذي أدى إلى قوننتها. هكذا يسف، فقد تم سن 142 قانوناً عنصرياً في السنوات الأخيرة، ثم الصراع بين الأساس التوراتي والأساس القانوني لشرعية وجود الدولة، الأمر الذي أدى إلى محاولة قادتها تحويل الصراع من وطني تحرري للفلسطينيين والعرب إلى صراع ديني. فشعار العداء لليهود هو الشعار الأكثر موائمة لوجود إسرائيل، وهو ما نجحت فيه الحركة الصهيونية فيما بعد تشكيلها والانتقال بها من الفهم الديني لها إلى أضاليل وأساطير تاريخية سياسية اعتمدت عليها للترويج من أجل إنشاء دولتها. من فلسطين إلى إيران، صيف ساخن لتحديد مستقبل المنطقة. هكذا عنون الكاتب قاسم قصير مقالته في موقع عربي 21، مضيفا أن كل المؤشرات الميدانية والسياسية والمعطيات الخاصة تشير إلى أن المنطقة الممتدة من فلسطين إلى إيران ستعيش صيفا ساخنا مفتوحا على كل الاحتمالات والتوقعات. فكيف هي صورة الأوضاع اليوم، ولا أين تتجه الأمور في المرحلة المقبلة؟ على الجبهة الإيرانية، فالتصعيد الأمريكي يتواصل، فبعد سحب الموافقة الأمريكية على الاتفاق النووي مع إيران وبدء انعكاس ذلك على المشهد الإيراني الداخلي ولا سيما على الصعيد الاقتصادي والمالي، فإن الأوساط المطلعة في إيران تتحدث عن المزيد من التصعيد الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران في الفترة المقبلة، وأن هذه الضغوط تهدف إلى تقييد الدور الإيراني الإقليمي في المنطقة ووقف تطوير الأسلحة الباليستية الإيرانية. ومع أن القيادة الإيرانية حرصت على إعطاء فرصة للمفاوضات مع الأوروبيين من أجل استمرار الاتفاق النووي، فإن كل المؤشرات الواردة من طهران تشير إلى أن القيادة الإيرانية غير مطمئنة للتطورات في المرحلة المقبلة، وأن هناك تخوفاً كبيراً من المزيد من التصعيد المالي والاقتصادي وصولاً للتصعيد السياسي والعسكري على إيران من أجل محاصرتها وإعادة تحجيم دورها في المنطقة. الكاتب يضيف: وفي المحصلة، فإن كل المعطيات السياسية والميدانية من فلسطين إلى إيران مرورا بسوريا والعراق ولبنان تؤكد أننا سنكون أمام صيف ساخن مفتوح على كل الاحتمالات، والهدف إعادة رسم خريطة جديدة للمنطقة وتصفية القضية الفلسطينية. فمن سيربح في حرب الإرادات الجديدة؟ رمضان كريم يستقبل 1.84 مليار مسلم حول العالم شهر رمضان المبارك، وسيمتنعون عن الأكل والشرب والتدخين وسائر المفطرات من الفجر حتى غروب الشمس. ويمكن أن يكون الصيام طوال اليوم تجربة ليست سهلة بالنسبة للبعض بحسب المكان الذي يعيشون فيه. فعلى سبيل المثال، فإن الذين يعيشون في أوسلو مثلا سوف يصومون 19 ساعة، في حين أن المسلمين في القدس الشرقية في فلسطين المحتلة سوف يصومون 15 ساعة تقريبا.
قدم موقع جزيرة نت نصائح للحفاظ على مستوى الماء في الجسم وأكبر قدر ممكن منها من مسألة شرب الماء، الطاقة طوال اليوم أكبر قدر ممكن من الماء من وقت الإفطار حتى السحور، وخاصة إذا كان الطقس الحار، يعني كما يقول استخدام بدائل صحية مثل الفاكهة عوضا عن كيك الشوكولاتة والسمبوسة المشوية عوضا عن المقلية، تجنب الملح وخاصة على السحور، وينصح بالتركيز على الأطعمة التي تزود الجسم بالطاقة خلال وقت الصيام والتقليل من الكافيين. متابعة ممتعة مع الكاركاتير. إلى اللقاء.